والله احنا الفترة الأخرانية كنا بنشتغل على مشاريع التنمية المستدامة، وكان من أهم المشاريع ديت مشروع تعمير الصحراء والاستصلاح، تحويل الصحراء المزارع لخدمة الاقتصاد الوطني. وطبعا كانت الاستفادة الأساسية الشباب كأيدي عاملة في هذه المشاريع، فالحمد لله المجموعة عندنا بيشتغل فيها أكتر من 2000 شاب في هذه المشاريع اللي هي الخاصة بالاستصلاح. والموضوع في تزايد، عندنا التدريب عالي جدا 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 لمعظم الشباب، بنحاول ننمي عملية الفكر خارج الصندوق معاهم. وفعليا المشاريع اللي بتفتحها الدولة والامتيازات اللي احنا واخدينها بتخلينا ان احنا بنكافح البطالة، وان الشباب في المقام الاول هو قوة او جودة القوى العاملة في مصر ديت. هو احنا نقدر نقول ان هو اللي بيحكمها الإدارة، مش الشاب نفسه او طبيعة الشعب نفسه. لو في إدارة اكيد دي بتدي كواليتي عالي، وفعلا الموظف بيستفيد من القوة الإدارية اللي عليه عشان بتنميه عامة كشخص إداري او كشخص عامل. فاحنا ما بنبنيش ان احنا مشروع يقع او مشروع يقف على الكواليتي بتاع الشخص اللي قصادنا، لا، احنا لازم ننمي الكواليتي دوت، ولازم الشاب دوت يطور نفسه عن طريق التدريب، عن طريق الاشراف، عن طريق المراقبه، عن طريق المتابعه. فديات ما بتوقفش عائق معانا. وزي حضرتك ايه، احنا من 3 سنين فاتوا احنا الاقتصاد عندنا كان منهار، يعتبر منهار طبعا. وطبعا احنا الخطه اللي اتحطت وخطه الاصلاح الاقتصادي اللي اتحطت، لو ما كانتش اتحطت واتنفذت بالوضع اللي موجود دوت، احنا كنا هنبقى في حتة تانية خالص. فاحنا دلوقتي طبعا خطة الاصلاح الاقتصادي ادت الى نمو في الميزان الاقتصادي، تمام. ده بيطمن اي المؤشرات بتاعتنا دلوقتي في دول كتيرة بقت وفي اجهزة كتيرة وفي شركات كتيرة وفي بنوك كتيرة عالية، احنا عندنا ريد لاين يعني فيها. فطبعا دوت بيحفز المستثمر على الاستثمار. بالنسبه للمزارع عندنا والمحاجر والمناجم، احنا شغلنا حوالي 3000 شخص عندنا في المجموعه. المصانع عندنا ما لا يقل عن 1500 شخص، ده غير الاداريين والناس اللي في الفروع اللي هي خارج مصر. بالنسبه للشراكه مع الشاب، احنا احيانا بنزلل لبعض الشباب او لبعض المجموعات ان هم يقوموا بعمل مزرعه معينه، هذه المزرعة تكون صالحة للمنتج بتاعها للتصدير. احنا بناخد هذا المنتج وبنعمل له البروسيسنج بتاعه وبيتصدر بره. وبيتصدر بره طبعا احنا المنتجات بتاعتنا ذات جودة عالية، تمام، كمنتجات مصرية وكشغل مصري ومنتجات مفتوحة. احنا بنصدر لحوالي 37 دولة حول العالم، منهم الاتحاد الاوروبي كله، منهم كندا، منهم دول شرق اسيا، منهم اوروبا الشرقية. أظن تخلص 2020 زي ما الست الريس قال يعني. إحنا دلوقتي في مؤشر تنموي، معدلات النمو عندنا طالعة، فدي طبعا حاجة بتدينا مؤشر إن إحنا ماشيين على الخط، على الطريق السليم. ده أول حاجة. تاني حاجة بتدينا مؤشر آخر إن إحنا الفترة اللي إحنا